بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علاء الرحمن، وكابتن احمد بلال. منورنا كابتن. كابتن ايمن، عشان وقتنا والحالات التحكيميه الكتيره والمقدمه اللي انا هتكلم فيها، هنخش في الموضوع على طول. هنروح لمحمود ناجي يا كابتن علاء. هو محمود ناجي هو حكم المباراه النهارده. نبذه صغيره عن محمود ناجي. ادار 3 بطولات افريقيه هذا الموسم، 3 بطولات تابعه للاتحاد الافريقي هذا الموسم يا كابتن بلال. بس واحده واحده بس عشان نمشي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. وكان مردوده كويس في 3 بطولات. طيب الحاجه الثانيه، ودي اللي انا مستغرب لها، لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي حتى هذه المباراه. يعني الدوري خلص وحكم دولي ومصنف، لم يدير اي مباراه لنادي الاهلي، ولم يدير اي مباراه لنادي بيراميدز. السؤال تاني، كان فين؟ بيبقى حكم دولي زي ده ولعب 3 بطولات على مدار 34 جوله يا اسامه، انت متخيل؟ يعني ما كانش الحكم الدولي هيلعب الاهلي وبيراميدز والزمالك، هيلعب يا كابتن علاء. دي بس مبدئيا على محمود ناجي. وانا النهارده السؤال من لجنه الحكام، يعني انا النهارده عندي 7 حكام دوليين يا كابتن. لما بيكون عندي حكم في افريقيا ماشي، المفروض انا النهارده بديله الماتشات المهمه والصعبه عشان خاطر يا كابتن علاء يبقى في الايه؟ الطبيعي على فكره. بالظبط كده. ولكن ما حدث اليوم في هذه المباراه، اولا فقدان تركيز من الحكم. هو نزل المباراه، اولا ما كانش مباراته. الفكره ما كانش هو متعاون فيها بلال. اللي كان متعاون في هذه المباراه كان محمد عادل. واللي حصل؟ واعتذر محمد عادل عن المباراه، فتم اسناد المباراه لمحمود ناجي. يعني سيناريو، واحنا ما عندناش وقت نتكلم، بس هنتكلم في تفاصيل بعد كده. انا بس بديك الملحوظه ان هو النهارده حكم في المباراه. المفترض يعني المفروض النهارده انا بلال انزل عبر عن نفسي كحكم، ولكن المباراه مفيش فيها اخطاء تحكيميه مؤثره، ولكن فيها مشاكل كتيره جدا. يعني انا عشان اقعد جبت 15 حاله، يمكن سمير كان معايا بره، قلت له طب اعرضهم ازاي؟ 15 حاله تحكيميه، الحكم لم يسيطر على المباراه، حالات كتيره عدت منه. يمكن يعني كابتن علي النهارده ما كانش مسيطر، وهم كان سبب في توتر المباراه كان حكم الميدان. محمود ناجي النهارده ما كانش في الفورمه، اتمنى ان هو يعني يروح يشوف الحالات اللي احنا هنجيبها دي. والكلام ده احنا بنقوله لحكامنا كلها، مش عاوز اقول ان كان مبرر ان هو ما لعبش الاهلي او بيراميدز، لا، النهارده كان عندك فرصه تدي مردود كويس في المباراه دي. ولكن بص تعالى معايا نشوف الحالات. اول حاله معانا، اولا طبعا يعني انا عاوز احيي الحكمين المساعدين تامر رشاد ونور سعيد، قدوا مباراه كويسه، وصبري، والفار كان عبيد السيد وهاني خير. الحقيقه طبعا بيت طاقم ما عندهمش اي مشاكل. نروح لمحمود ناجي سريعا كده سمير، عشان الحالات كتيره جدا اللي معانا. هذه الحاله طبعا نشوفها. شوف دي عند نور سعيد، هو عمل الديلي تمام، وبعدين رجع اللي هو مساعد رقم الثاني ورفعه، وانا طبعا بمشي معاه في القرار كابتن بلال. نشوف الحاله من الاول هنا، لحظه التسديد هنا، الموقف طبعا حاله من الحالات الصعبه، وبعد كده هنا اشار على التسلل، وانا همشي معاه في التسلل في هذه الحاله الحكم نور سعيد. اللي بعديها عد معايا، هرجع تاني سمير، يعني سامحني هنمشي عشان خاطر نوري الناس ايه الموضوع بالظبط. بص يا كابتن، انا هذه المخالفه اللي تم ارتكابها من احمد توفيق، كابتن بلال انت مهاجم، كابتن عادل انت مهاجم، كابتن عادل، كابتن اسامه، همشي شويه كمان خلينا نمشي شويه، نمشي شويه. هذا اللاعب النادي الاهلي لو مر كده يا كابتن، شوف المساحه اللي هي، بص قد ايه مساحه رايح، وهنا لاعب النادي الاهلي 2-1، ادي واحده تعطيل هجوم واحد، ما فيش فيها كلام، انذار مستحق لم يشهر. اول واحده عند مين؟ احمد توفيق. انا النهارده محمود ناجي النهارده دي ما فيش فيها افصال، خلاص بتحسب المخالفه بتدي بطاقه، ادي اول بطاقه مفقوده. متفقين يا جماعه ولا مش متفقين؟ ايوه طبعا. خلاص تعطيل هجوم واحد حفظناها، فين البطاقه؟ ما فيش بطاقه. اللي بعد كده هذا الدخول اللي احنا شفناه، حكم واقف عادي ولا هو هنا، وبالتالي هنا بص يعني انا لو لعب النهارده يعني ما نطتش فوق كده، لا خلي بالك تبقى ممكن مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. ولكن هذا الدخول اللي احنا شايفينه، بص الرجل عامله ازاي، ده احمد توفيق برضه. برضه توفيق، انا بس بوريك. لا والمشكله ان امني زعقله، بيزعل الحكم كمان طبعا يا كابتن. اعتراضات على الحكم غريبه، وهو لم يتخذ قرارات في حاجات كتير جدا، احنا لسه بنتكلم. تاني هنا يا سمير، معلش سامحني عشان بس نوري التحكيم ماشي ازاي. هذا الدخول من غير كلام، جت
ده خلي بال حضرتك يا كابتن، النتيجة هنا كانت 1-0 على فكرة، يعني كان ممكن بيراميدز يكمل 10 لعيبة. كابتن ده اللي جاي أصعب. تاني مخاطفة تستحق البطاقة، لمين؟ لأحمد توفيق. يعني برضه هو. يعني عندنا نقطة حمراء. همشي، همشي معاك يا بلال، لو حد يا جماعة شايف إن أنا ماشي غلط يقول لي، ما عنديش مشكلة. دي تاني بطاقة مستحقة لم تشهر لأحمد توفيق. هو برضه تاني. اللي جاية. إيه ده يا جماعة ده؟ ده إيه ده في القانون إيه؟ ده كو احمد توفيق برضه. انا مش هتكلم، انا مش هتكلم يا جماعه، انا بس عاوز الحكم يروح يشوف. لا وبيعترض، يشوف المباراه. ده كوع قوي قوي، اقصى درجات التهور. يعني يعني لو كوع ده يعني شويه في قوه يا بلال، في احمر، في احمر طبعا. تمام، دي ثالث حاله. الحاله الثالثه اللي اداله فيها، اداله انذار بس. اداله انذار هنا كابتن، اداله انذار بس. هو كان اداله طاقه. بص كان ماشي، انا ماشي معاك واحده واحده بس. هو حقه اللعيب. تعالى يا كابتن، هنا في بطاقة وبطاقة غير البطاقتين اللي هم لم يشيرهم الحكم. دي بطاقة، أول بطاقة. يلا يا كابتن سمير ماشي، ها نشوف هنا، احتسب المخالفة ونشوف هنا اللاعب. بص الدخول من تحت، نفس الشيء هنا، مخالفة مستحقة، بطاقة مستحقة لم تشهر للاعب بيرمز. اللي بعديها سمير، حالة من الحالات المهمة جدا، نشوف هنا أحمد فتحي. شوف يا كابتن علاء، كابتن أسامة، الحالة اللي جاية. بص بص هنا أحمد فتحي، هنا ساب اللعب خالص، وهو هنا قفشة جاي يا كابتن. هنا بص قفشة جاي ازاي، وهنا الكوع متصدر في رقبة قفشة. نمشي في زاوية تانية جاية، وراح مدي الإنذار لمين؟ لأحمد توفيق. مين اللي ارتكب المخالفة؟ أحمد فتحي. أحمد فتحي. هنا إدى الإنذار لمين يا بلال؟ أنا بوريك عدم تركيز الحكم في المباراة. إدى الإنذار لمين؟ نروح نشوف الإنذار لسمير، معلش سامحني. إدى لأحمد فتحي يا كابتن. متهيألي دي لأحمد فتحي يا كابتن. إدى لأحمد فتحي يا كابتن. لا لو إدى أحمد توفيق كان طبعا. دي واحدة يا كابتن بلال. تعالى كده، إدى لأحمد توفيق الإنذار. لا غير يا كابتن. ماشي، ما أنا غير، ما أنا أقول لك اللي حصل إيه بقى. هنا اللي ارتكب المخالفة مين؟ أحمد فتحي. هنا الفار يتدخل يا كابتن، حد كلمه. ما انا هقول لك. ايوه نحكي لك كابتن. مظبوط. هنا الفار يتدخل في الهويه المفقوده. يعني ايه؟ هو هنا ده انذار غلط. مظبوط. فالفار قال له لا، غلط كمان. أيوة. وما طردش كابتن، قال له الانذار هنا غلط. غلط، خطا. اللي ارتكب المخالفه احمد فتحي، مش مزبوط. مش لاعب التاني. صحيح. انا بقول عدم التركيز هنا كابتن. بص هقف هنا بقى كده، حاجه اسمها التحكيم الوقائي علاء. انت عارف المباراه خدت وضع يعني انت كحكم سيطر. انا هنا في ركنيه وفي كره ثابته، الطبيعي احنا بنشوف الحكم يعادل. نرجع تاني، معلش سمير، معلش سامحني، انا بس بحس بستشعر ان هنا في مشاكل. انا كحكم قبل ما تحصل المشكله دي بروح اخلص المشكله، اهدي، افرق. انما انا ما وصلش للمرحله النهارده عبد المنعم، وهنا لاعب بيراميدز الاثنين، لا اللي هنا بطاقه مستحقه وبطاقه مستحقه، بس انت كنت سبب فيها، انت كنت ممكن تمنع المشكله الاول كحكم. مظبوط. ولكن انت فقدان تركيزك والمباراه بالنسبه لك عامله لك مشكله وعامله لك قلق، حصل النهارده توتر هذا الشكل. والحكم طبعا هو خد قرار هنا انذار وانذار، ولكن الحكم كان سبب في اللعبه دي. اللي بعد كده، احنا قلنا احمد فتحي اللي خد الانذار. يلا يا كابتن تعالى الحاله دي. الحاله دي كانت هجمه للاهلي، لاعب رمز مفيش اي حد جه جنبيها كابتن بلال، أو سقط، قعد فترة سقط ويعني ادعى الإصابة. ونشوف هنا إضاعة وقت، مش حد عمله حاجة خالص. ودوت ليه؟ لأن أنا كلاعب ما عنديش، مع احترامي، القناعات مش موجودة عندي. مظبوط. أنا خلاص عرفت شخصية الحكم وهوقف اللعب وهعمل إنذارات، وبالتالي هنا أنا بقول النهاردة الشخصية التحكيمية ما كانتش موجودة في المباراة. إلى بعد كده، هنا اللاعب خرج يا كابتن تاني، احنا بنكرر تاني، والحكم الرابع يا صبري يا ابراهيم، هذا اللاعب خرج خارج ميدان اللعب. عربية. تمام، نشوف بقى اللي جايه. عربيه، نشوف تاني كده يا سمير، نمشي بقى بالعربيه اللي داخله ديت ونشوف. اتفسع في العربيه الاعتراض. هو هنا ادى البطاقه فين اخيرا؟ راح مدي البطاقه بقى ايه؟ الصفرة في الحمر. بعد ما كل اللي عمله احمد توفيق جاي النهارده في دقيقة 93 تقريبا، بيدي الصفرة في الحمراء عشان عاجبه كمان. ده احمد كمان مش عاجبه، ولا بيعترض بهذا الاعتراض. ليه؟ لان انا كنت حكم سبب في كل الحكم. الكلام ده، انا بقول الحكم سبب في كل الكلام اللي بيحصل ده. صحيح. تمام، اللي انا عاوز اقوله يا كابتن النهارده، يا محمود يا راجل، كان المفروض النهارده انت
ما بتلعبش للاهلي ولا بيراميدز. طب ما توريني يا اخي، اديني مردودك النهارده، ادي النهارده مباراه يعني. يعني ما فيش اخطاء تحكيميه، ولكن السيطره انت فقدتها على المباراه. تعيينات مهمه جدا جدا، وزي ما قلنا الحكم اللي يخطئ يتحاسب. كابتن علاء، محتاجين الموسم اللي جاي لا نشوف تحكيم اكتر من كده او افضل من كده. مشكلته يا كابتن ما بيحكمش الاهلي وبيراميدز. نعم، مشكلته هو ان هو بيتعينش. مشكلتي اختيارات تعيينات. يعني هو حكم دولي، حضرتك بتقول لازم حكم الدولي ياخد مباريات تقيله، هو مشكلته هو ان هو ما بيتعينش؟ لا هي مش مشكلته طبعا. طيب، بدليل ان هو لما تم تكليفه جه ما كانش ماتش، وهو ما كانش ماتش، وكان طيب. محمد يعني عادل، انت حضرتك بتتكلم كمان دي في مشكله كبيره جدا طبعا. يعني هو إيه الراجل مش كان مش ماتشه، وجه بديل اللي كانت محمد عادل، واساسا ما بياخدش مباريات تقيله. طب ما هو الثاني برضه وقع عليه ظلم، مش مهيئ برضه. لا هو السؤال ايه؟ السؤال يا كابتن ايه؟ ومش ذنبه برضه يا كابتن. ما يا كابتن هو طبعا انا متفق مع حضرتك ان شخصيته النهارده ما كانتش قويه في المباراه طبعا، لكن هو ليه ده ما ياخدش ماتشات؟ ده حكم دولي، ده انت بتتلكك لاي حكم دولي عندك دي المباريات اللي انت المباريات الثقيله بمعنى الصح يعني، ما بتدوش ماتشات ليه؟ ده مش اتفضل كابتن. انا بحييك طبعا، انت جاوبت على اللي انا عاوز اقوله. حكم دولي مصنف ازاي؟ ما انا كلجنه حكام بساعده يا كابتن اسامه، بساعده كابتن علاء. يعني ايه بساعده؟ نفسه ده بيساعد هو لأن كمان. لان ايه؟ لان الاتحاد الافريقي النهارده بيتابع حكامك، بيتابعهم. لان لما يكون حكم مصنف عندك امين عمر، محمود ناجي، محمد عادل، معروف، الاتحاد الافريقي بيتابعهم. بيتابعهم في اي ماتشات يا كابتن بلال؟ في الماتشات الكبيره اللي هي زي مزبوط. دي ما تديله الماتشات دي. هو مش ذنبه، بس مش ذنبه النهارده انت خدت فرصه. ايوه ما بتلعبش. اثبت نفسك، اثبت بقى كابتن. ما هو ده مش حجه. لا 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 لا، انا معاك ان هنا في مشكله في التعيينات. انا مش بدافع عنه على فكره، بس بقول لحضرتك تمام. هو سؤال، لما يبقى عندي حكم زي ده وحضرتك ما بتعينوش ليه في مباريات؟ اقول لك على مفاجاه. ده لعب 15 مباراه في الدوري العام، 15 مباراه زيه زي افضل حكم لعب اللي هو البنا. البنا لعب 18. نوع المباريات ايه بقى؟ ما هي انا اقول لك اهو. طيب يبقى ما لعبش البيراميدز ولا لعب في المربع الذهبي. طيب يبقى النهارده يعني البطل والوصيف بلبلومش. هم بيخافوا عليه يعني كابتن. دي ده يعني تقييمات اللجنه مع حكامها. انا مش هتكلم في السياسه عليه، ولكن انا بوصل رساله. يمكن علي اتكلم في حاجه مهمه جدا. هم ما بيخافوش عليه طبعا. بالظبط. والمفروض انا كلجنه حكام اراعي النقطه ديت فيما بعد. السبعه الدوليين على الاقل يبقوا. كابتن بلال معلش سامحني، انا بتكلم في نقطه مهمه جدا، لان الموضوع يعني هنخوض في حاجات كتيره جدا جدا. لو عايزين تطوير تحكيمي فعلا، لا معايير اختيار الحكام صحيح. وتعيينهم لازم تتغير. معايير مظبوط. والحكم اللي يخطا يقعد. لا الكلام ده ما ينفعش. ماشي يا سمير، لو في معانا حاجه ثانيه اديهم فلوسهم يا كابتن. الحلقه الثانيه يا كابتن صح. هذا الحلقه الثانيه، اخر حلقه تبادل. اخر حلقه تبادل هنا بنالتي. حسين الشحات طبعا يعني لاعب عنده المهاره ما فيش كلام. ركله جزاء صحيحه مليون في المية. لا مش انا ما بتكلمش على الكارت هنا، انا بتكلم على ركله جزاء هنا صحيحه كويس. هو دخل وخد ركله جزاء وصحيحه مليون في المية، ولكن برضك عشان نقول للناس هي لما سجلت سددت رجعت من القائم مزبوط. وبالتالي هنا مش من حقه. ما ينفعش كابتن. لو شفنا التسديد هنا كان لازم حسين يعرف الامر تمام. المفتوح اما انا بقول كابتن عادل لا لازم يعرفه. معلش سمير سامحني دي واحده ده يعني. ايوه كابتن عادل معلش قول. كان لازم يسيبها يعني. كان لازم. هو ما هو دي من الحاجات اللي احنا دائما بنتكلم فيها. خلي معايا سمير تحكيميا بالظبط كده. يعني لو هو عارف ان الكوره هتخبط في العارضه وتجيله وهتبقى ما لمسها مرتين يبقى ما يلعبهاش. بالظبط المفروض يبقى عارفها يعني. الحاله دي بقى سمير معلش هنا كابتن، لو جت من القائم لنفس اللاعب اندايركت، انما لو جت من الحارس لا الحارس هدف حطها عادي طبعا. هو هنا خلي بالك اللحظه دي حسين الشحات مش مركز قوي، هي جات له الكوره يعني لا شعوري كده لعبها بالظبط. انما هو عارف الكوره، هو عارف طبعا. بس هي وعارف عادي يبقى لحظتها تجيلك وانت في الملعب علاء مظبوط صح. مفاجاه كابتن ناصر، وبعدين دي جات له في رجله على طول مكان في نفس يعني ايه. فانا بس بوضح ان ديت لما بترتد من القائم كابتن عادل ركله حره للمرمى، لو جت من الحارس هدف مباشره. في النهايه كابتن بقول تاني، محتاجين التحكيم في الموسم الجديد، المعايير محتاجين. يا كابتن علي انت سالتني سؤال والوقت مش يعني الوقت بيدهلنا للخبير الاجنبي. الله يخليك، عاوزين نشوف شغلك السنه الجايه بس لحضرتك. وانا بقول لك انت راجل محترم، عاوزين نشوف شغلك على ارض الواقع في بدايه الموسم. مشكور كابتن ايمن، واسف جدا على التاخير يعني. لا بالعكس كابتن ناصر، شكرا جزيلا وشرفتنا، والفرحه ما زالت مستمره للنادي الاهلي. احنا عاملين موسم اكتر من ناجح دايما. نتيجه الماتش مش هتاثر، ولكن طبعا زعلانين من الهزيمه بس من الخساره، ولكن موسم اكتر من ناجح للنادي الاهلي.
شكرا يا كابتن نصر. شكرا كتير. بننتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز، والمباراه قبل الاخيره للنادي الاهلي في الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والمؤجله من الاسبوع رقم 28، والتي شهدت تلقي النادي الاهلي اول خساره هذا الموسم. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن اسامة عرابي شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا لك يا كابتن. انا ببتدي باليمين يا كابتن. عادي عارف مش فارقه خالص. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ومبروك الدوري. الله يبارك فيك. كابتن علاء مهوب مش فارق معايا اليوم. شكرا نايم. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتني. بالاخير كابتن ايمن الله يخليك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.